احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو هواش تبع المحموديه يوم الخميس، ومعاكم قناه المهوش اليوم يوم 18/4/2024. وتعالوا نشوفوا العجميات البقر اللي تحت العشر مع المعلم مسعد شباط. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. صباح الفل على الساعه، صباح الجيش. معاكم كم واحده النهارده؟ معانا زي سبعه ما شاء الله. الله اكبر، صباح الخير يا حاج مسعد، صباحك ابيض، الله يقويك ويعينك ويستحالك، بسم الله ما شاء الله. ملوك العجميات البقر اللي تحت العشره يا جماعه، بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. 4 و3 7 يا جماعه، صلاه النبي عليهم. اسعار بتبدا من كام لكام يا حاج مسعد؟ من 42 معاك لغايه 36 ونص. من 36 ل 42 من 36 ل 42 الف ونص يا جماعه، بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي، المال صلاة النبي عليه. الله اكبر، بتيجي على الجاموس هنا؟ تعال، انا جاي لك حاضر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كنب، المال صلاة النبي عليه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كنب. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، الله يبارك لك يا حاج مسعد. ادينا الرقم انت عارفه يا عم، رقم من اخذوك كل فيه. بسم الله ما شاء الله على النتيات البقر الجنيه. صباح كل غالي، عامله ايه؟ مين حج محمد لهله؟ حج محمد لهله، الله يبارك لك. عامله كام ديب مرض الله؟ ديب 28. بسم الله ما شاء الله. يعني السوق كويس النهارده ولا السوق في تريحه؟ في تريحه النهارده شويه. ربنا يرخي على العباد ورب. اللهم امين. معك اخري؟ لا والله ما علي. اخر واحده دي. طب ادينا الرقم لو حد عايز حاجه يتواصل معاك. كام الرقم؟ 012 حاج 012 7 7 27 40 48 2. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي يا حاج صبري؟ ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. انت ما عادش متلم عليك. الله اكبر، ايه الحلاوه دي؟ انا ما عادش متلم عليك خالص. صباحك ابيض يا غالي، الله يكرمك عم صبحي. كل سنه طيب. امبارح سالت عليك. صباح الفل يا غالي، سالت عليك ما عادش متلم عليك حبيبي يا عم صبحي. كل سنه طيب. معكش غير واحده النهارده؟ ثلاثه يا حاج. الله اكبر، بقى اخد دول. الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله عليك يا بس. الله عليك يا مش عايز تصب على حبيبك؟ لا والله حبيبي عم صبحي. يعود عليهم خير يا رب. يا رب الرئيس السيسي. الله يبارك. الله اكبر. كام يا عم صبحي؟ تعالى عندي هنا 30 و30 28 ونص 28 ونص 28 و300 28 و300. الله اكبر عليك يا مصر. 30 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. الله 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 اكبر، بسم الله ما شاء الله. السوق زحمه يا جماعه، مش عارفين نتصور. عازم الرئيس بتاع البحرين، تبرك له. عازم الرئيس بتاع البحرين، ربنا يكتر من امثاله. الله يبارك لك يا عم. يا رب يا رب يا عم. هتصورك في رقم تليفوني يا عم صبحي؟ ايوه يا حاج مريم. بسم الله ما شاء الله. ما السكر بقى رقم الحج صبحي 010-23-45-6900 يا جماعه. اللي عايز حاجه يتواصل معاه، الريل الطيب بتاع القصر المصري. يبارك لك يا حبيبي. الله يبارك لك عم صبحي، ويصلح حالك وحال الجميع. صباحك ابيض. صباح الجشت يا استاذ. صباح كل حاجه، كل سنه طيب. السوق عامل ايه النهارده؟ والله السوق الجو نايم النهارده. الجو نايم النهارده. ربنا يرخيها لعباده. يا امين. ربنا يرخيه. صباح الفل يا غالي. صباح الفل. النهارده معايا شبتين عجميات صغيرين. عجميات صغيرين، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. خلي بالك مني شويه. اعمار 4 شهور 5 شهور يا جماعه، انت يتيم. بسم الله ما شاء الله. الله وكيل، سعرهم كام بمرد الله؟ الاثنين ايه؟ ب 54000. 54000 يعني 27 و27. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. مش اي حد يا حاج عشان ما يحرقش الفيلم. الله اكبر. مش اي حد تصوره. هل يصور رجالك؟ ها بقول لك ايه؟ اي صدق بالله، لا اله الا الله، كان عمره 55 ونزلوا 1000. نزلوا 1000. الله اكبر. كانوا معملين 55 ونزلوا 1000، بقوا 54. الله يبارك لك ويصلح حالك يا صاحبي. تبعك ابيض. الله اكبر. عامله كام ده عمده الله؟ عامله 22 والله بتنباع ب 19 ونص. عامله 22 بتنباع ب 19 ونص. ارفع ديلها تشوف لبنها. الله اكبر.
ارفع علينا شوف لبن. فاك رقم تليفوننا اخو؟ ايوه معاي. 012 يا ابني 2 يا عمي 6 3 2 5 يا عم انت 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 مالك ايه؟ الله اكبر. معك رقم تليفوني حي؟ اعملوا بيه التليفون. ما تعملوا بيه التليفون. انا من ام التليفونات دي يقول لك عليكم ضربنا انت تجار. والله بجد. يبقى السعر مش حقيقي كده. يبقى كده السعر مش حقيقي. والله السعر حقيقي بس ما في بيع. ما فيش بيع. او انت شايف تبص تضرب كده. هات تقول 9000 جنيه. لازم اكفر. عامله ايه يا مدي يا صاحبي؟ لا بالصلاه على النبي ده الجو النهارده بيز والله العظيم. بكام بامان؟ والله باي. طب بكام الله وكيل العمل؟ بيزو البيز خالص. ها؟ العمل عمل 24 23 امال الراجل ده بقول 19 بس والله اقل لي 70000 الله يصلح حالك. الجو بايظ في النت النهارده. الجو بايظ في النت. تعالوا شوفوا الشافعي وبرغوت يا جماعه الله يبارك لهم ويصلح حالهم. الشافعي الجو عامل النهارده حد شحاه. الجو عامل النهارده الجو عالي عالي. بسم الله ما شاء الله. اعمار 3 شهور ولا جددوا؟ 3 4 شهور. بسم الله ما شاء الله. نتايات يا جماعه صلاه النبي عليهم الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. كام وكام وكام يا حاج شحات؟ كام وكام وكام؟ لا اوعى تعدي وتفوت لما تعدي اضبط حالك كده. اوعى تعدي وتفوت لما تعدي على الشافعي وبرغوت الله يبارك له ومصلح حاله. كام وكام يا حاج شحات بمرد الله؟ كام وكام؟ لا يا ريس الله وكيل ب 20 ب 20 و 500 و 20 و 500 21 21 و 19 بسم الله ما شاء الله. فاهم ببلاش. الله اكبر. معكم حاضر الاربعه دول حق شحاء؟ لا يا ابو. طب في انا باين معاك الا الاربعه دول. الصبح فين يدينا الركه؟ صبح ينو. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. رقم الحاج محمود السعيدي مع الحاج شحات 012 كام؟ 011 011 94 971 871 ابو حمص والتجار ابو حمص. الله يبارك لك يا حاج محمود والحاج شحات برغوت الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. ايه رخوة الضر دي بقى؟ امال ايه؟ ها؟ بسم الله ما شاء الله. عامل ايه من النتا دي؟ بالصلاة حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. بكم بمرد الله؟ ب 22 22 عمر 5 شهور. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله يبارك لك. يعني الجو كويس النهارده؟ اه حلو الحمد. الجو كويس النهارده. ربنا يرخي على عباده يا رب. عرض ياما يا جماعه والطلب شويه اهو. السوق ابو عواد لسه ما نزلش. لسه الزبون ما نزلش. طبعا الفلاح بيلم حصيدته القمح والفول. اي ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. ويرخي على عباده يا رب. اللهم امين. لا تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. زي ما شايفين العرض ياما يا جماعه النهارده. الله اكبر. بكام النتا دي؟ عامله كام؟ كام يعني؟ 30000 والله. هو عاوز 30000 من عند الله. هي يا دوبك 49 جنيه 25. والله انت راجل محترم وراجل عادي. الله ده وعنا كل دقيقه. الله اكبر. 7400 ياما على برضه. ياما برضه. الله يصلح حالكم وحال الجميع. صباحكم ابيض. لا تنسوش الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه